هذا الفيديو لازم أسجله في أقل من دقيقة. تعرفوا أن مصطلحات الوقت مثل الدقيقة والساعة هي تعود إلى اكتشافات هامة جداً غيرت العالم، واكتشافات الساعة، ويعود ذلك الفضل إلى علماء عرب ومسلمين. من حاجة المسلمين لمعرفة أوقات الصلاة، مواقيت رفع الأذان، مواقيت الصيام، الأعياد والحج، كان لهم دور كثير كبير في اختراع الساعات، وبدأ الاختراع الساعة الرملية والساعة المائية اللي بالطبع طبعاً جاءت بالاعتماد على محاولات قديمة، مثلاً قدمت وصنعت في أيام مصر في عام 1500 قبل الميلاد. ينسب للعالم عباس بن فرناس، ذاته العالم الذي أسس علم الطيران، بأنه اخترع ساعة للوقت وأوقات الصلاة بشكل خاص، وسميت بالميقاتة، حيث كان لها شكل دائري مقسم إلى أقسام متساوية الزوايا وتشير إلى الدقائق والثواني، وكانت الميقاتة تعمل عن طريق قياس الظل وزواياه ودرجاته. هناك طرق كثيرة ساهم بها المسلمون في تطوير الساعات على مر الزمن، تجدونها في طقس العرب.